ربما تكون فيه اتفاقيات لإلى كذلك تطهير المناطق التي تم فيها التجارب النووية أيام الاستعمار أن تطهر من طرف ربما مختصين من أصدقائنا في روسيا الفيدرالية. شاكر لفخامة الرئيس صدره الرحب وسعة الصدر على قبوله إمكانية توسط بين صديق دولة صديقة روسيا الفيدرالية وأوكرانيا فيما يخص النزاع القائم حاليا. شاكر له هذه الثقة وستكون في محلها إن شاء الله. وفي الأخير أود أن أحيي التزام فخامة الرئيس فلاديمير بوتين بالعمل على تنشيط علاقاتنا الثنائية ومشاوراتنا السياسية، وعلى الأهمية التي يوليها شخصيا لتعزيز شراكتنا في كافة الميادين. دامت الصداقة الروسية الجزائرية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.